الحلو حركة حلوة بصراحة، أنا عن نفسي بحبها وكل الحب لأهلنا بالوطن العربي جميعا، إنه كاتبين فلسطين وكاتبين الأردن، ولكن فوق الأردن بالإنجليزية كاتبين فلسطين وفوق فلسطين بالأردن بالإنجليزية حاطين الأردن. لا زال واحد أكبر مطارات في العالم هو مطار إسطنبول، أنا في ترانزيت مش نازل إسطنبول، أهل إسطنبول بنزوركم إن شاء الله مرة تانية. طبعا في المطار في وين ما كنت لازم أضلك بالماسك إذا بدك ولا رح تمرض. معليش حق أفرجيكم هذه المنطقة أنا بسميها بقول عنها بوردينج آريا boarding section أو boarding اللي بتروح أنت بتستنى قدام الجيت، جيت يعني البوابة بالإنجليزي بقول عنها جيت، تستنى قدام الجيت waiting for the boarding. The boarding يعني الإقلاع بالمعنى، يعني من الفعل to board، board يعني يقلع، وإحنا بنستنى we are waiting the boarding، نستنى the gate to open وبعدين نعمل boarding. boarding يعني بيكون في عنا the boarding agent، والبوردين ايجنت تعطيله الباسبور تاعك وتعطيله التيكت تبعتك، بيعمل تشيك وبيتاكد انه شنطتك مش زايده على الوزن. طبعا في طيران تسمح لك باج او لاجج او سوت كيس بتاعك ممكن تكون لغايه 8 او 12 كيلو، وبعدين انت بتطلع على الطياره هيك بتكون انت عملت بوردينج. ف I'm waiting for the boarding and in front of the gate. كمان بنقول عنها boarding. احنا الان نعمل boarding، يشيك الباسبور وبعدين بتنزل على الطيارة، بتكون انت هيك عملت boarding للرحلة تبعتك. بتدخل على الطيارة، هذا باب الطيارة، بتدخل على باب الطيارة الان بتدور على الكرسي تبعك. إن شاء الله تستفيدوا. السيارة المدنية سرعتها تتراوح وخلينا نقول القصوى تبعتها ممكن توصل ل 900 وشوية. قديش بالضبط مش ما بعرف، بس هي متوسطها يعني لسه ما طلعتش بالسرعة القصوى، بس خلينا نقول هي في الجو الآن وهي 876 كيلو متر في الساعة. طبعا زي ما انتم شايفين احنا في الطيارة الآن، مش واضح كثير هذا ولكن هذا هو أخبي عليكم يا جماعة إنه صار لي كتير ما سمعت صوت الأذان هيك، لأنه أنا عايش بفرنسا ومش مسموح أو القرآن أو الصلاة المغرب والعشاء، فصراحة شيء جميل جدا إنه نسمع القرآن والصلاة والأذان، صراحة شيء نشتاق له بصراحة. من الأماكن الجميلة اللي نزلت فيها في دبي، تركيا. طبعا عندهم اغلب هناك الاردن، هناك فلسطين، حبيب ديالبي فلسطين، عندنا الهند هناك، عندنا المغرب، عندنا السعودية، عندنا الكويت، عندنا البحرين. انا راح نحط كل الدول فرجيكم اياهم كلهم. منظر جميل بصراحة. أقول أيضا بأهلنا في اليمن الله يحفظهم جميعا، ما شاء الله عندهم العسل بكل أنواعه، طبعا والله أعلم أنه هو أفضل عسل في العالم. إحنا في قسم اليمني الله يحفظ أهلنا في اليمن، عندهم ما شاء الله أنواع العسل، طبعا معروف العسل اليمني عندهم كثير أنواع عسل، كل شيء فيها أنواع مختلفة من العسل، وفي كل مكان عندهم طبعا عندهم أكثر من محل عمل بيع العسل إن شاء الله.
الفصل هو طبعا بجانب اليمن. قضيت وقت طويل في اليمن نتذوق العسل اليمني اللي ما شاء الله نفتخر فيه. وهنا عندنا قسم إيران، يعني شيء ضخم صراحة لإيران. وهناك عندنا المغرب والسعودية ومن بعد باقي الدول، وهنا عندنا مصر. Just inside the global village at the entrance. It's very nice. I think the concept is the good place. كل مبنى أو جهة في مدينة وبحطوا أشهر المعالم تبعت هذه الدولة أو المدينة، بس أعتقد دولة. مثلا هنا عندنا في مصر عاملين هناك تمثال الحرية إلى آخره. شوف من بعيد هنا الأمريكتين موجهين، طبعا كاتبين أمريكتان، أمريكاز، سوريا الحبيبة، أفغانستان، أذربيجان، و سوريا الحبيبة مثل ما قلنا الأمريكتين. إيش في هناك؟ كمبوديا، فيتنام، أفغانستان، لبنان. وصراحة جاء الوقت نحن ندخل أردن المملكة الهاشمية، ولكن الحركة الحلوة اللي حبيتها هون إنه هنا بنايتين، واحدة للمملكة الهاشمية الأردنية واحدة لفلسطين. الحلوة وحركة حلوة بصراحة، أنا عن نفسي بحبها، وكل الحب لأهلنا في الوطن العربي جميعا، إنه كاتبين فلسطين وكاتبين الأردن، ولكن فوق الأردن بالإنجليزية كاتبين فلسطين، وفوق فلسطين بالأردن بالإنجليزية حاطين الأردن. فكل الحب لأهلنا في الأردن وفي كل الوطن العربي. الآن صار لازم ندخل على عند بلادنا نشوف إيش عارضين، وإن شاء الله يشرفونا. إحنا في مركز قسم فلسطين، ما شاء الله فلسطين يا دارنا. هذه أغنية كتير حلوة في فلسطين، اللون الفلسطيني حلو. احنا في القسم الفلسطيني والاردني والعربي. هنشوف افريقيا. صراحه المنظر من برا حلو كمان، جميل منظر. هناك الهند كمان، الهند مختلف قسم كثير كبير. نشوف افريقيا. عشنا الونيس، احب الاماكن اللي بتدل على تراث المكان اللي بروحه. وهذا السوق والأسواق القديمة في دبي، استغرب أصحابي أن أنا طلبت أن أنا أروح على الأشياء الوطنية اللي تبين التراث بتاع البلد، بس أنا بعمل هيك في كل بلد بروحه. ما بحبش أروح، أنا من شخص بحب الطبيعة، الشيء الطبيعي، ما بحبش الأشياء الصناعية تحت الإنسان. وهذه الأشياء التراثية سواء عند العرب أو عند الأجانب أنا جدا جدا بقدرها وبحبها. فهذا أحد الأسواق، نقول عنه سوق في الإمارات. وهذا السوق اللي هو موجود في دبي مول، كثير حلو وبيعجبني جدا. حبيت شارككم في الأصالة. سبحان الله له طعم وأصالة غريبة بتختلف عن أي شيء تاني نحن صنعناه. دائما الشيء الأصيل اللي بيعبر على ثقافة وعادات وتقاليد وجمال البلد اللي بتروحها، ففيها تذوق بشكل مختلف. يمكن أنتم تختلفوا عني، بس أنا جدا بحب هاي الأشياء صراحة، جدا جميلة. السوق اللي موجود في دبي مول موجود هذا الهيكل لديناصور. هذا هيكل حقيقي هم تم اكتشافه، طبعا هم ركبوه بمساعدة الحديد واللحام والتشبيس والجبس، ولكن هنا عم يحكي لك القصة اللي وجدوا فيها هذه حفرية الهيكل الرمزي بتاع الديناصور، قطعة منه. وهذا هو الهيكل، طبعا هو دايب، هو عبارة عن قطع منفصلة، ولكن هم ركبوه على بمساعدة مشابك ومرابط حديدية وقوائم وأعمدة. وبصراحة جهد كتير جميل، عجبني الموضوع جدا. بحب أنه يكون موجود هالشيء في بلادنا، لأنه موجود في بلاد الغرب في كل مكان في كل مكان، وبيحطوا عليه اهتمام أكثر من أي شيء تاني. فأنا جدا عجبتني هاي اللفتة في نص السوق، ولو أنه للأسف ما فيش ناس كتير مهتمة حتى توقف تتفرج أو تقرأ للأسف الشديد، ولكن جميل جدا هذه اللفتة، وأنا بشجع عليها في كل بلادنا بصراحة. هنا عم يحكوا قصة وين اكتشفوا وين إجا وكل هذه الأمور، فبرافو. أكوايوم
وهذا شارك. بيبي شارك. جميل صراحة. شغل طبيعي مركب. أكواريوم دبي. أكواريوم دبي.